احنا نبدأ النهاردة بفحص الخلية ديت، نشوف الخلية نظامها ايه ونفحصها، نبدأ ندخن عليها بكل هدوء. نبتدي نفتح قطع الخلية، نجرب القط تلعب فيها. الدخان ده طبعا بيهدي النحل. نبدا نرفع اول برواز، وده برواز شمع اساس، لسه زي ما احنا شايفين النحل بدا يمط فيه، يبتدي يبني عليه بشكل العيون السداسيه ديت، وده في بدايه البناء. نبتدي برفع تاني برواز، لو بصينا فيه هنلاقي ان البرواز فيه من على الحروف هنا عسل، ومن النص بيض، وهنلاقوا بعض بيت ملكي في على البرواز. احنا بنطمن على وجود ان في ملكه، ولو ما شفناش الملكه بعينينا نتاكد ان في بيض موجود عمر يوم في الخليه، فاحنا كده اتاكدنا ان في بيض عمر يوم موجود في الخليه. ده برواز عادي جدا معانا، بنلاقي العيون السدوسية ديت فيها عسل، من على الحروف دي فيها عسل، وبنلاقي في النص البيض، عيون سدوسية فيها بيض شغالات، وعيون مفتوحة فيها بيض شغالات لسه يرقات، الرقات دي بتبقى شبه الدودة كده، والنحل كله متجمع على البرواز.